أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى من استوديو صوت العدالة. اليوم كيشرفني في الاستوديو الأب والأم ديال المرحوم الدكتور بدر. الدكتور بدر اللي كان تقتل بواحد الطريقة بشعة بعين دياب حدا ماكدونالد، اللي المغاربة كاملين لف داخل ولا في الخارج كلهم هزاتهم هذيك القصة ديال الدكتور بدر. اليوم معايا لأول مرة غيخرجوا معايا الوالدين ديال بدر. غادي نشوفوا المستجدات، ولكن قبل من المستجدات وانا بارك معاهم في الكواليس سمعت شي حوايج اللي في صراحة غنقول لكم الشعر ديال راسي وقف، ما عندي الشعر، قشعر البدن ديالي ملي سمعتها. كواليس اللي معمرها ما تقالت قبل في شي منبر غادي نسامعوا ليها اليوم، خاصة يوم الوفاة ديال بدر الله يرحمه ويوسع عليه. بدر دكتور اللي كان غادي يكون واحد الطاقة إيجابية للمغرب، وتكلمنا على هذه المسألة مع الأستاذ المحامي ديال بدر. كان ممكن أن غادي يكون عندنا واحد الطاقة استثنائية اللي تحرمنا منها كمغاربة، تحرم منها الاقتصاد المغربي. ما هي الأب والأم ديال بدر غنسامع لشي حوايج وغتسامعوا ليهم اللي أول مرة غيتقالوا. كنجدد التعازي ديالي ليكم، الله يرحمه ويوسع عليه، ما ضعتوش فيه غير نتوما، ضاعوا فيه المغاربة كاملين. غادي نرجع بك اللور، رغم أن عارف أن كاين آلام، كاين، احكي لي على نهار الواقع شنو اللي وقع. السلام عليكم، ودي تشرف نكون معكم اليوم. واخا السؤال تنبغي نجاوب فيه صراحه انه تألمني شويه وترد لي الملاجه ديالي، ولكن نحاول نختصر به. احنا مع في الليل احنا ناعسين، حتى جانا تليفون راه بهضر تضرب، هذا احنا قلنا شي ضربه هذاك اكسيدون. المهم مشينا تزينا بالطونوبيل، مشينا تنجريو الحالة يرتى لها، زعما ماشي ديك الحالة باقي الان تقريبا مرة تجيني ديك تقول لي ما عرفتش ما تحملتش. مشينا شوية قال لك الدري راه مضروب في راسو، راه مضروب بضربة خايبة، هذا مشى للمولى يوسف، مولى يوسف صيفطونا للميريزكو. المهم دات واحد الوقيته ما تبقى من هذا، تقول لي قلنا راه سي توفى. الوقت اللي قالنا توفى عرفتي الحاله، ما شنو نقول لك، على انه كان السند ديالي كان بلا ما نعاود داك الشيء، ما تقبلتهاش مره الاولى، جاتني شويه، ولكن الحمد لله على كل حال ربي كان معنا والله سبحانه وتعالى تنزل الصبر في داك الشيء. جاو الشرطه داونا مع ديك الساعه ابري اون دوميور ولا شي حاجه بحال هكا، جاو داونا شحال في الساعه ديك الساعه؟ ستة ونص لستة ولا شي حاجه بحال هكا، باقي المهم باقي النهار الله بدا يطلع. وقلت لك مشينا للكومساريه على اساس ان غير كناخذ الاقوال ديالكم ونمشيو. واش نقول لك، مشينا تما فعلا استقبلونا الدراري تما، هذا واللي غريب في الامر هو ان حتى نجحنا بالنسبه لنا مضروبين، الدراري اللي كانوا معنا الدراري اللي كانوا مع شي مضروب شي مهرس ليني فوق، الله درنا ليه السكانر، مازال باقي ما خدنا حتى النتيجه ديال السكانر، باقي ما تم الدواش بدمايته ديالو، غادي بينا الكوميساريه. احنا قال لك على نص ساعه ولا ساعه، قال لك راه دير من هنا تم الدراري اللي مضروبين داوهم. مشينا كاملين، الدري راه بدمايته بدمايته في الكوميساريه، ما خلاهمش يتعالجوا. ومنين تقول لي اودي عطينا الدري عندي نشوفوا بعدا اش عنده في وجهه، كان كله مضروب والدمايات في وجهه. كنتكلموا على صاحب بدر، على صاحبه وهو ولد عم تما الكوزين ديالو، العائله ديالو. وبلاتي حنا غادي بلاتي
لحقت الوحده الوحده انا عييت انا عييت انا تقول يا سي محمد دير معنا شي حل وحده ونص ديال النهار باقي الوحده ونص جا لوفيسي جاو لك السيد تنصيفطوه حتى تعطوني لا قرض لا تسنى بلاتي صبر معنا شويه بقينا حتى ديك الجوج ولا بعض الجونس تاع العشيه تقول لي انا ما بقيت باغي ندير ما بقيت بغيت ولدي خليني نمشي صيفط الداخل الدراري نعتقو بعدا هادو اللي سيدي دير مع سي جواب هو بحال ارتالا ميت لي خو بينيتو مضروب هو تيدير مع سي تقول لي ما فهمتش انا لا تقول لي خويا انا راه مع داك الانسبكتور اللي كان تقول لي راك تبغي تكسب غير الصفحه ما عرفتيش تكسبها في ساعه ولا ساعه الله ما كسبها لك ماشي مشكله قول لي اش داكشي اللي تكسب انت بيدك نكسبو لك انا نقول خليني نجيب حالي ولا خذوا الدري نمشي بحالنا حنا راه ما يمكنش لي انا من 6 الصباح حتى الوحده ونص ولا 2 العشيه وانا باقي معاك في الكوميساريه وانا مضرور وميت لي ولديك وما ما بغيتش تدفنو خلي خذوا تما دفنو ايوا الحمد لله الحمد لله بعدا حنا المره اللي حنا ما عرفناش هادشي حتى ما خرجوا فحالكم حتى لشي جوج نهار عطاونا ورقه بالصريح غنمشيو نمشيو للكوميس عند الوكيل الملك مشينا عنده مع شي جوج هذيك ولا ثلاثه شي ثلاثه صافي سيت الطروطار باش ناخذ الدري قال لك حتى الغدا دخلوا مالكم علاش تعطلتوا راه هما اللي معطلين راه هما اللي عطلونا وحنا ما عرفناش هاد الساعه حنا ما عرفناش حتى جاو الناس واصدقاء ديالو اللي بس واصلة وهذاك عارفين قال لي مصطفى هاش كاين هاش كاين هاش كاين راه مشكل عندك عويصه راه خصك اش تقول قال لي انت راك ما عايش هذا خرجنا الحمد لله الصحافه ولكن الحمد لله الحمد لله على كل حال ديك الساعه انتم عارفين ان كيفاش كنتم عرفتوا القصه واش كسيده ولا كان فعل فاعل ولا كيفاش كانت عندكم ليدي شنو الفكره اللي كانت عندكم في راسكم ديك الساعه مره ولا كما قلت لك منين جا عيطوا لنا التليفون حنا صحابو اكسيدون عاديه اكسيدون ولا هذا ضربوا دايس سكران غادي في الطريق ضربوا ولا شي حاجه ومني شوف الدراري تلاقينا مع الدراري وعاودوا لينا لافر كيفاش وقعت 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 وقع ولات حاجه اخرى هذيك ومني تنقول لي انت تقول لي السيد الناس في البوليس مره الاولى قال لي راه عندك واحد نص ساعه ثلث ساعه قال لي راه عندي دياب هذه راه غادي تلقى الكاميرات راه دغيا جيبوا راه مشاو الناس يشوفوا الكاميرات راه داز ساعه داز ساعتين ثلاث سوايع اربع سوايع تقريبا واحد الوقت ناعسين فوق الكراسه اين ما راه بدا انت يبقى الطاقه ديالو والنفسيه ما كايناش تشوف ان ولدك ضاع في ريعان شبابي اش انا نقول لك انا راه هذيك السيده ما نقدرش نعبر لك هذاك الشيء اللي العلاقه اللي كانت بيني وبين ذاك الدري راه ما يمكنش حتى العلاقه بينه وبين خوته ولا بين هذاك الدري راه اي واحد مشيتي هضرتي معاه في الزنقه بلا في الدر فين كبر دار جده ولا يمشي الدرب عندنا في تقولوا ليه راه يقولوا لك شو الجيران راه الا بدر ما شاء الله دابري داكشي اللي سمعنا كانت عنده علاقه استثنائيه لا مع العائله ولا مع الاصدقاء ديالو كان واحد المحور وصله الوصل ديال جميع الاصدقاء والاحباب كان هو اللي يصلح ما بين الاصدقاء الى تخاصموا يجمع ما بين الاصدقاء الى تباعدوا سبحان الله غنرجع عند الام نعرف هادشي صعيب عليك وما بقيتيش قادة الدوي ولكن غادي نرجع معاك اللور بدر بغى يخرج قال لك واحد الكلمه هي اللي بقات مأطرة فيك الى يومنا هذا شنو قال لك بدر بغى يخرج قال لي ماما نعسي ورتاحي كي جيت كي ما جيتش هذيك الكلمه ما عمرو قال لي ماما نعسي ورتاحي كي جيت كي ما جيتش ما عمرو قال لي ديك الكلمه وديك الكلمه هزتني مشيت لبيتي كنعطي الدعاء تنطلب ليه واحد الوقت حسيت براسي ما حسيت بشي حاجه ما ماشي عاديه هزيت يدي الله تنقول يا ربي حطيت ولدي بين يديك الحمد لله صد ربي دا أمانته ولكن حب فيه خلقه أنا الناس تلقى معهم تقول لي الدري ما كان عارفوش وبقى فينا وبكينا لي ودينا دعينا معاه الناس ما كيعرفوش محبة ديال الله سبحانه وتعالى الله عزه في الدنيا عزه الحمد لله يتنطلب الله يعزه في الآخرة شلي كنطلب من الله سبحانه وتعالى الله يرحمه يا ربي يا ربي أمين
الله يوسع عليه والله يجعله من أهل الجنة بإذن الله بإذن الله. راضي على وليدي، راضي عليه ولدي، كان مرضي ومهدي، راضي عليه تخرج تيبوسني وعنقني الحمد لله الحمد لله. أعزائي المشاهدين، كيف سمعنا فهذه مسألة اللي لأول مرة كتقال، وهو أن الأب ديال بدر كيحكي الكواليس ديال كيفاش عيطت عليه الشرطة باش يسامعوا ليه. هو مألوم، ولدو مات، الكوزان ديالو اللي مضروب مهرس في نيفو داو حتى هو الكوميسارية بلا علاج، واحد مضروب في رجليه حتى هو داوه الكوميسارية بلا علاج، ومبركينهم من 6 الصباح حتى الجوج د العشية. اش كيتسناو؟ علاش شادينهم عندهم؟ علامة استفهام كبرى كنوضعوها. حنا ما كنوجهوا الاتهام لتا شي حد، ما غنعقبوا على الكلام ديال الاب ديال بدر، كنقولوا علامة استفهام كبرى علاش هاد الناس بقاو في الكوميسارية من 6 الصباح حتى الجوج د العشية من اجل الاستماع لهم. الاستماع لهم كان ممكن يكون ب 10 دقائق، في نص ساعة، في ساعة، في ساعتين تلمكانة ويمشيوا في حالهم. غادي نرجع لمجريات القضية، فين وصلت؟ هاد الساعة هاد الله توصلت بواحد الاتصال من عند المحامي ديالي، قال لك ان من لقاء التحقيق سالم، من لقاء التحقيق رجعت لبن النيابه. والحمد لله داك الشيء، الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال، ان في هاد البلاد كاينين الناس اللي باغيين الخير وباغيين يزيدوا الكذاب، باغيين يخدموا الحمد لله، وهذا الشيء تيفي الرحمه، هذا الشيء بعدا تبردنا. ان ماشي ان عندك واحد لو بوفوار ديال الفلوس، ما عرفتش سي با مو، ما عرفتش انا هذاك الشيء انك تقدر دير كل شيء. هنا نهار كبرونا والدينا كبرونا على التمغربيت، ما الدري هذاك السيد اللي مشى راه ملي شد الماستر هما تابعينو، راه ما خلا حتى هو كان في امكانه يكون توا في حال الاصدقاء ديالو، راه هما في فرنسا، راه كاين باقي الان كاينين الاصدقاء ديالو تيديروا ديكور ماجستير في فرنسا، وكان امكانه يمشي. تل اخر مره دار 5 لي كونغري مثل المغرب في 5 المؤتمرات المغربيه، راه ماشي سهل، راه عنده رساله ديالو، رساله الثانيه ديالو راه تيكتبها، راه عنده دي زارتيكل، راه كان عنده دار تيدير الطاقه المتجدده، راه كنتم عارفين المسائل هذه، وحنا كنا مكافحين معاه، مكافحين معاه ماديا ومعنويا وموفر لي جميع الشروط، لانه قال لك حتى هو كان عزيز عليه المغرب، باغي يخدم بلاده، كان في امكانه يمشي، راه اخر عرض راه كان غيمشي لكندا وعرضوا عليه زعما شي مبالغ خياليه ومستوى فين غيسكن وتكلفوا ليه، ولكن ما بغاش. وحتى الاستاذه ديالها الله يجزيها بخير حتى هي قالت لي انت ما كان ديك في المغرب، والحمد لله حنا راضيين بقضاء الله، الحمد لله حنا راضيين بقضاء الله، حنا لا اعتراض لقضاء الله، حنا ما نقولوش ان تقول لي حنا الرساله ديالنا وصلناها، بغينا نخدموا داك ما كتبش ما، ولكن كيف كنقولوا بغاه الله داه الله الحمد لله، ولكن خص السيد هذاك السيد اللي دار بحال هذاك، ما نقولوش جرتو، ما نقولوش ميكروب، ما نقولوش هذاك، ما خصيش يبقى معنا هذاك، ما عندوش روح تاع الانسانيه، ما عنده ما يدير معنا في المجتمع المغربي. واخا على ذكر هذا السيد هذا، انا غنرجع عند الام، خرج في مواقع التواصل الاجتماعي في عدد ديال الفيديوهات شفتهم كيتكلموا على ان العائله كتحاول تواصل معاكم، وصلات معاكم ال 500 مليون اللي تعطيها لكم وما اكثر باش ديروا تنازل. كاين البعض اللي دار بعض التعليقات كيقول ان هذيك تعتبر الدية، والدية ماشي حرام في الإسلام، لا نكمل غير نكمل، والدية ماشي حرام في الإسلام، علاش الأم والأب ديال بدر ما قبلوش هذه الدية في إطار أنهم ياخذوا ديك الدية؟ هذه ما كتعتبر لا بيع لا شراء في الذمة ديال ولدهم، لأن القانون المغربي بعدا
ماشي فحال السعودية ملي كتعطي الدية كيخرج هذاك المتهم. القانون المغربي ما كيسمحش بهذه المسألة، واخا كتخذ الدية كيتعاقب على الجرم ديالو. شنو اللي خلاكم انتوما رفضتوا هذيك الدية؟ اللي غنقول لك الدية كون كان القتل ماشي عمد، ما تعمدش فيه باش يقتلو، باش يقول لهم هذا بغيت نقتلو ويجي يقتلو، هذاك ما تبقاش فيه الدية. الدية كتعطى الخطأ، العام القتل خطأ نعطيو فيها الدية، كتكون الدية. أما العمد وانت متعمد باش تقتلو ما كايناش الدنيا الدية. هذه هي الفكرة اللي رفضتو نتوما، هذه هي الفكرة إسلامية. وصلوا معاكم الماء أكثر من 500 مليون، أكثر من 500 مليون. ودابا كون قلت لهم جيو أعطوا 600 مليون و 700 مليون و 800 مليون أعطوها، باغين يخرجوا وجه ولدهم بأي وسيلة. واش كان كونتاك مباشر مع لي بحال هكا؟ إلا ما بغيتيش أنت كاينة طرق أخرى غنمشيو ليها. هادو الوالدين مباشرة، ماشي مباشرة، ماشي معايا أنا، نهضروا مع خوتي. انا ما وصلونيش وما بغيتش، ما بغيتش نعطيهم هذيك ليدي باش يوصلوني، ما ديم ما ندير بهم، ما بغيتش. حلاش طرق اخرى اللي كيقصدوا هما؟ الله اعلم، انا هذاك الشيء تيبقى ديالهم هما، هذا هو كلامهم. انا عندي ثقه في العداله ما غتخزنيش. بما معناه ما بغيتيش نجي 600 ولا 500 مليون غتعطى في جهه اخرى ونخرجوه، غنخرجوه. واش بغاو يبدلوا لي وجهه؟ واش بغاو؟ الله اعلم، ما عرفتش. شوفوا هما شنو الطريقه باش بغاو يخرجوه. نتوما درتوه في 2018، هذوك الناس دبر راسهم شغلهم، هذا كانت تبقى حياتهم، ولكن دين بولدي يبقى فرقه بهم هما الى يوم الدين. كنحمل هذوك الناس ديال 2018، كنحملهم انا المسؤوليه ديال ولدي، لان كنت عاقب في 2018 ما غاديش يديرها. حتى هما ما سكتوش، ولكن كان داكشي قوى منهم. اسمح لي، لا كان تما خلل، كان خلال بلا ما نذكر هذاك الشيء. هذاك الشيء تيبقى ديالهم، باعوا دم ولدهم، انا ما عنديش مشكل، ولكن باش يجي هو لعندي لداري لدارنا ويدق عليا وباغي باش يلاقيني معاهم، هذيك ما تقبلتهاش انا. هذا واحد من دوك الناس، البوليسي جا عندي لدارنا باش يلاقيك مع هاد الناس هادو، الوسيط باش يلاقيني معاهم. وعيط لي الاخ ديالي وقلت ليه ما بغيتش نشوفه، ما ديما ندير به لا هو لا هما، وإلا قال شي كلمة يكذبني. لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا قال شي كلمة يكذبني، يخرج للإعلان ويكذبني بأنه ما جاش عندي للدار. هادشي مؤخرا؟ مؤخرا. علاه خرجت للإعلان؟ لاش تجي عندي؟ أش بيني وبينك؟ أنت بعتي ولدك، أنا ولدي ما نبيعوش. هو كان كيجري على أساس أنه باش يرفع دعوة أخرى. أفلام دايرها، ما كاين حتى شي حاجه من داكشي، السيناريو دارو. انا كون شفتو راه ما عرفتش اش غندير فيه، ولكن انا كان احسن، ما بغيتش نجي وما بغيتش نشوفه، كان احسن ليه اللي ما تلاقيتش معاه. ما هذا المنبر كنقول ليه الله ياخذ فيك الحق، هادشي اللي غنقول ليه، لان كون خدا حق ولده ما يديرش ليا انا ولدي. كون هذاك السيد خد حقه ما غاديرش لي انا ولدي. كنقول ليه الله ياخذ فيك الحق، هادشي اللي كنقول ليه. كلشي كدار بالماده، ما فهمتش علاش نوصلوا لهذا المستوى، ما عرفتش واش انا اللي خاطئ. صراحه كلمات جد مؤثره، وحطتني في حيرة من أمري. في الدوسي اللي كتتكلم عليه ديال 2018، المغاربة كاملين شافوا أن الأب خرج معنا نيت يطالب بالحق ديال ولده، فإذا به اليوم كتفاجئني الأم أنها كتقول جا باش يكون وسيط بينو بين
العائلة ديال المتهم الرئيسي. هنا واحد السؤال انا غنطرحو على عائلة المتهم، واش نتوما كون مات لكم ولدكم بديك الطريقة غتقبلوا انكم تفاوضوا مع اللي قتل ولدكم؟ سؤال. حطوا راسكم في بلاصة هاد المرأة وجاوبوا، ويكون عندهم ولد بحال ولدي، واش انت غتقبل هاد الولد اللي انت باغي تخرجه من الحبس وباغي تعطي عليه الملايين، واش غتقبل الا قتلوا لك شي واحد انك تجي تنيغوسيي ولي يجيو عندك ينيغوسيو معاك؟ عكس الصورة وحط راسك في بلاصة هاد العائلة. والسؤال المطروح، واش هاد الدري الا خرجتيه وخسرتي عليه هاد الملايين كاملة، واش غترجعو ابن صالح؟ غادي يحترم راسو ويحترم المجتمع اللي هو فيه؟ واش غيندم على داكشي اللي دار؟ هنا ما كنظنش لان هاد الدري ولاف انه يدير كعيات بحال هكا، ولاف ان عنده والدين اللي كيتبعوه وتيخلصوا عليه وتيخرجوه. وهذه رسالة لجميع الآباء والأمهات اللي مسك عليهم الله وعندهم الفلوس. راه كل دار فيها واحد العشور، راه ولدك إلى دار الغلط خليه يتربى، راه ربما لا تربى المرة الأولى والثانية غادي يطلع لك ابن صالح. ولكن إلى انت وليتي كتفاصل عليه في النمامة، في المدار الزبلة، راه انت اللي خرجتي عليه، وغدا يوم القيامة انت اللي غتحاسب عليه. شنو تبغي تقول لهاد العائلة ديال هاد المتهم؟ واش غادي نقول لها؟ راه قلتي كلمة زوينة، كون كان هو كان في البلاصة ديالنا ما يمكنش يقول علاش، حيت غيقول هو لك انت فقير ولا زايد، غادي يدخل معايا في شي تفاصيل ما غاديش، ما هو ديجا هو ما فاهمش، ما عرفش ان ما عرفش شنو هي الكبده، ما عرفش شنو هو. راه اللي غنقول لك، راه كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. ما تجيش غدا غدا ولا بعد غدا تقول لي انا ولدي ما عرفتش يدير، كان مع مرته، كانت مع امو مدسره، امو انت مسؤول. حنا راه كنا تنجيو مع الستة العشية ونبقاو مع ولادنا حتى للثمانية العشرة الحداش الليل، ونقريوهم ونسهروا عليهم باش نوصلهم، باش على الأقل يديروا شي حاجة لينا حنا ولبلادنا. ما عندناش، ولكن راه كافحنا، راك تمشي. أنا على رجلي راه نقول لك واحد القضية، ما عرفتش تثق بيا ولا ما تثقش بيا. أنا راه الترامواي لحد الآن لحد الساعة ما تنعرفش نخلص الترامواي. علاش؟ لأن ولدي كنت نعطيه الطونوبيل ومشي أنا في الترامواي. نهار تنبغي نخلص دابا الترامواي تنعيط على العساس وتي، ومع العلم أنني تندير لانفورماتيك. الطوبيس أنا ما تولي تنعطي لولدي باش يمشي في الطونوبيل المحمدية يقرا ويمشي وانت تمشي في لي ترونس، وانا نكافح معاه باش نوصلو، باش نوصل الرساله ديالي. انا عارف انني عندي رساله وانني مسؤول غدا امام الله مع التربيه ديال داك الدري. والله يجعلها في ميزان الحسنات، والله يصبركم. شنو تبغي تقولي لهاد العائله ديال هاد المتهم؟ اش غنقول لك؟ كون كانوا في بلاصتي كون حسوا بيا، كون كان عندهم ولد كبحال ولدي كون حسوا بي كامل مكمول من كل شيء. ماشي خسارة في الله، الحمد لله الحمد لله. ولكن انا راه اللي كنقول لهم من هذا المنبر، انا حق ولدي راه ما نتنازلش عليه ولو تقوم السماء الارض. رفعت الاقلام، جفت الصحف، كلام شافي كافي
كتقلب على حق بدر. وبيني وبينكم ماشي غير هي اللي كتقلب على حق بدر، فالمغاربة كلهم عندهم حق في بدر. طاقة فحال بدر اللي ضعنا فيها كاملين، ضعت فيها البلادية الأولى، ضعوا فيها المغاربة. الله أعلم هذا بدر اش كان غيعطينا احنا كمغاربة. دكتور في الطاقات المتجددة الهيدروجين الأخضر، والهيدروجين الأخضر شي حاجة اللي ما كتكونش ديما. واحد السيد اللي البلاد خسرت عليه الزبابل ديال الفلوس باش وصلاته لهذا الشيء اللي هو فيه، والديه خسروا عليه دم جوفهم باش وصلوه لذاك الشيء اللي مشامح. وغيجي واحد بسيارة ما عرقش عليها، حتى هذيك الطوموبيل اللي ركب فيها ما عرقش عليها، كيدوز من فوق بدر. علاش؟ لان بدر كان راجل ودافع على جوج دريات ما كيعرفوه ما كيعرفهم. وهذا الشيء كنا قلناه مع المحامي ديال بدر، السبب ديال الشجار بينه وبينهم، لدرجة ان بدر ندم علاش دوا كاع وخرج بحاله بغى يبدل ساعة اخرى وتبعوا المتهم ودار الجريمة ديالو. والمغاربة كاملين العالم كله شاف طريقة باش قتل بدر. فما عمرها غتمسح من الأذهان ديالنا وغتبقى راسخة في الأذهان ديالنا، ما عمر بدر غينساوه المغاربة وغيبقى راسخ في الأذهان. علاش؟ حينتي واحد الإنسان ماشي عادي. أعزائي المشاهدين، كان معكم في التعليق الحراب عبد الكبير، إلى اللقاء.